السلامة عم رزق. يسلمك بنتي الباهية. بس عليك. الحمد لله. باش نحكيو شوية على الأقارب، ما عادش نشوفوا برشا أقارب يمشيوا يطلعوا لبعضهم. على الأقارب ولا الأقارب؟ الأقارب وإلا؟ الأقارب. هو تم به المثل اللي يقول الأقارب أقارب ولا؟ لا ما نمنش بيه، ما نعرفهم أقارب، الأغلبية أقارب. تحب نحكيو أون جينيرال ولا نحكيو على الفامي نتاعك؟ كيما تحبي. أنا ما عنديش بنيتي، عندي فامي ربي كهو. عندي قطوس كان فامي نتاعي مات. الله يرحمه. عندي ولدي الكبير هاكا يمثل مرات، يعمل لي تليفون يقول لي شنو احوالك. يمثل؟ اي انا نعرف يكتب. علاش يكتب؟ يكتب، ما هو عندي دويره وشويه فلوس، يقول لك خلي شايب كان مات ويكتبهم لي. بعد عمر طويل ان شاء الله يطول في عمرك. لا عمر لك لا بطوالك هكا ما تخميش. عشيك. عشيك من الزو. اي. ما عندكش بنات خال، ولاد عم؟ لا عندي صاحب، عندي صاحبه كبيره. عندي واحدة تقرب لي ياسر، الكارت بلو نتاعي. نمشي للبنك ما تكذبش عليا، كان عندي فلوس تعطيني، ما عنديش تقول لي زوجة راه ما عندكش فلوس. هذيك صديقتك الكارت بونكير نتاعك. صديقتي وعائلتي وفاميلتي. تحرك كان بها هي. هي الكل، هي الحياة هي وهي المنى هي وحتى أنا هي. أي تحب يا أخي؟ خلينا نحكيو شوية على العائلة. ما عائلة بس ما زالت عائلة توا، ما زالت الناس تحب بعضها. خو يسكي بخوها خاصة مالو خوها حجرة فوق الدار. سادي بون شو عمل له؟ رمى حجرة فوق الدار. مشوا للمحكمة كل واحد 80,000 برا روح. اختي الآخر جاء أخوه متعدين بالناس نتاعو وهو قاعد في الكرسي يتكيف. قلت له قوم أنا نطلع عليه البسالة، قلت ما تشمش على روحك. فهمتي؟ خوه. وقتاش آخر مرة كنت تمشي تزور العائلة والعائلة تجي تزورك؟ وقتاش آخر مرة؟ قالوا لي ماكش باهي وماكش ناس ملاح. قلت لهم مالا لا جوني نجي. علاش قالوا لك ماكش ناس ملاح؟ خايب أنا مانيش باهي. عشيك؟ لا لا نحب روحي خايب وربي يعرف عباده. علاش قلت هكا بربي بربي؟ ولا ماني باهي. فيش؟ مو ما نحبش الظلم وما نحبش الكذب وما نحبش ولات الدنيا بالعكس. شو ولات؟ خلق جعلناكم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولينا نأمر بالمنكر وننهوا عن المعروف، واللي يقول الحق نكرهوه. أنت ديما عندك كلمتك تقولها. هذاك هو، وحب من حب وكره من كره. وإذا أحبني إذا لمني الأقرب والأهالي هذا ما يدل على كمالي والكمال لله. ما عادش عائلة، ما عادش. لو نبدلوا السؤال شوية، شنو أكثر حاجة تقتل العلاقة بين الأخوات؟ أكبر حاجة تقتل العلاقة، أنا ما عنديش أخوات، عندي ملبو ما نستعرفش بيهم إلا الكبير محمد باهي، هذاك باهي معايا. باهي كاو. وما يهمنيش. ممكن تكونوا متربين مع أمك وبوك قبل ما تعرسوا، قبل ما تكبروا، تكون علاقة محليها. بعد كي تعرسوا علاش تتبدل؟ الله يرحمها الأم وينعمها. يرحمها وينعمها. ماتنا الكل الله يرحمهم وينعمهم، فهمتي؟ هذوكم هما الركزة. البني طفلة طفلة اسمعي، البني مبني على النساء، والنساء ما عادش باهي تو. تنهي على أخوه ما تحبوش، وتنهي على العزوزة أمه وتقول سوء النسب. لا الدنيا مبنية على النساء، كان أنتم باهين احنا باهين. كان أنتم خايبين احنا خايبين. ملي تاخذوا اسمع ملي تاخذوا تقول له هالعزوزه هذه ما سعدنا امه. كل عاد لا الاغلبيه الاغلبيه. وحتى الباهي يقول لها العزوزه ما زلت معاك هذه تسمعوا بها الهم هذه نهار مريضه نهار درش باهي نهار ها؟ لا لا الاغلبيه لا 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 الاغلبيه اعطوني بيانها شويه فيو لو سني طايحه فهمتي الاغلبيه قليل تلقي مرات تحب راجلها وتحب امه. المرأة كي تشوف راجلها يحب أمه وهي بالسيف تحبها. لا 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 تبدي بشوية 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 لين تقول له العزوزة هذه مع سعدنا. هو شو يعمل؟ كانوا به ممسطك. ما عنده شخصية عاد هكا يولي كي كانوا ذكي ويخاف ربي صحة مرته ويخلي أمه. الأم وقت تموت الملائكة ملائكة السماء يقول ملائكة الأرض قولوا لعبدي قد ماتت التي كنت ترحم من أجلها. ربي كان يغفر لك كل شيء على جالها هي وقت يعمل حاجه خايبه عرضوا لها الملائكه يقولوا فاعل خير مع امه فاعل امه راضي عليه الشر ما يوصلش للسماء حتى يعمل حاجه خايبه وكل صباح تدعي عليه يا ربي يوفقه يا ربي يعطيه يا ربي يزيده يا ربي والمراه برا الله يهلك ان شاء الله برا ان شاء الله يطلق خليني ناخذك جرايه ادعاء خايب نعم ادعاء خايب انسى وانتم ما تدعوش علينا لا تدعوا لنا ما تحبوا ناس واللي هذه تعرس الامل نتاعها تطلق باش تاخذك الجرايه
مشيت نهار للمحكمه لقاهم يجي 500 وعندهم واحده عاد الزعيمه نتاعهم هذيك هيا والبنات هيا الجرايه هيا شكون هذه؟ هذه الزعيمه نتاعك اللي جايين يهزوا في الجرايه نتاع النساء الله يعميهم ان شاء الله. لكن النساء اللي يمشوا على الجرايه فهمتي؟ ما عادش خانوا نسانا احنا محلاهم محلاهم نسانا كانوا في تونس اكل قد وكل زين وكل كلام الطيب وكل الحشمه وكل جعره وكل فخامه فخامه فهمت؟ تو ما عادش. احكي لي على عام قديش تو؟ والله انا هنا في الستينات في السبعينات ومن بعد وزادوا غروا بكم عطيناكم الحريه كان عطيكم الحريه عملوا لكم شهريه وقعدوا في الديار تلو بالنسبه باولادكم ورجالكم الحريه مسكينه تقوم الخمسه متاع الصباح تمشي تغسل الماعن نتاع الاسياد اللي عملوه اللي عطوهم الحريه حتى للسبعه ومن بعد تزيد في المترو تقعد ساعتين باش توصل للدار توصل للتسعه راجلها يقول له وين العشاء ما سماش تعرف راهم يكذبوا عليكم راهم يكذبوا عليكم السياسيين يقول لكم اعطينا النساء اعطيناهم الحريه حريتهم وقطعتهم باش يعيشوا هم اولادهم وسهلوا لهم في الترونسبور ما هي الدوله الدوله يخرج الواحد يلقى سبيطار يخرج الواحد يلقى كار يخرج الواحد يلقى تاكسي يخرج واحد يلقى مستوصف يخرج الواحد يلقى فارماسي هذه الكل ما عادش معموله بالله سي قيس سعيد هز قفه برا المارشي سنترال خذ 200 غرام تاع الحم ولا كيبه تاع حوت واخذي شويه والقفه توصل لك فهمتني 10000 10500 قفه نورمال هذه ما احكوش على الغله والفرماج والياغورت يعني ايش تعطيهم 150 للناس الخلال اعطوهم 300 تلعبوا عليهم ها تلعبوا لهم بافكارهم اعطيناكم الحريه ينعموها الحريه يا سيدي رجعونا الضغط الواحد واعطوا الناس ايش تعيش سيابنا فهمتي 70 سنه يلموا فهمتني ولا في الدبابز فهمتي ما ثنيه والعزايز في المطر ومطر تصب عليهم والشمس تحرق فيهم وقال لك الحريه فهمتي هذه الحريه وانت تحكي على الرحم وكانت الناس تحن على بعضها كانت الناس تحب بعضها كانت الناس ما ياكل الا ما يخمم على جاره يا ربي تعلمني ايش نعمل اما ما نحبش نقول ربي تعرفني ايش نعمل اما ما نحبش نقول فهمتي لا ما نقولكش ما نجمش نعطي حاجه للانسان ونقول لك انا اعطيت لفلان ولا اعطيت لفلان. فهمتك فهمتك سامحني في بالي حاجه اخرى. ما ربي يعرف. لا انا شيخ نعمل كل شيء انا الا الشراب ما نشربش. شيخ انا شيخ البارح برك شيخ. والله البارح شيخ يا ناعما البارح. مشيت لبحر. لا بحر اخر دخلت له البارح ما نقولكش عليه. لا انا بحر مشيت. والله باش نقول لك مشيت لبحر وكان شوفي فيه رمال اصفر مل مل اما خويتي عمان ولا صعيب علي الحق والله العظيم البحورات هذيا توا يلزمها واحد فهمتي صغير كيفكم هكا يلزم يتعلم الناتاسيون ويعمل في شويه سبور انا عمك رزوقه فهمتي مشيت رقدت وقلت لهم غطوني ما عادش نقدر نقول باع نخلي لك كلمه الختام كلمه يا ربي يا ربي يوفق قيس سعيد كانوا على حق كانوا على حق يا ربي يا ولادي برمشوا صوته يا ولادي راهو اللي ما يصوتش راهو جريمه يا ولادي ان شاء الله خلي البلاد تقعد خلي البلاد تقعد شويه والله باهي بلادنا راه انا مشيت لبرشا بلدان والله التونسي مهما يا خياب راهو باهي والله العظيم الاغلبيه نتاعنا باهي حتى الامن ولا باهي لا الامن ولا خايف مسكين اول ناس خايف وين علاش نغير عبدادي خاطر فيها وليداتنا وبنياتنا تبارك الله عليهم يا ولادي راهم كي يمشوا لبرا البهيم فيهم يولي اذكى من الالماني والفرنساوي يا ولادي خلوش هالماده الشخمه هالماده الشخمه تمشي كان مشيت الماده الشخمه هذيا رانا خسرنا كل شيء وبورقيبه الله يرحمه الاولاد ما تاخذوش الراي بورقيبه الله يرحمه كان ديما يقول لنا اقروا والا تهزوا زنبيل وخلي كبرنا فهمناها الحكايه فهمتي وان شاء الله اسمع بنيتي يا ربي يا ربي قيس سعيد وفقوا كانوا على حق يا ربي كانوا على حق وفقوا يعطيك